ايه الجمال والشياكه دي؟ 12 بطوله مع 12 كابتن تاريخي على مدار تاريخ النادي الاهلي منذ عام 82 حتى عام 2024. عشنا لحظات وشفنا بطولات واحداث تاريخيه، قيم ومبادئ وتاريخ كبير جدا سطروا النادي الاهلي في القاره الافريقيه. عشان كده دلوقتي معانا واحد من اللي عاشوا كل هذه الاحداث الجميله، كل هذه البطولات الكبيره. مجلس إدارة النادي الأهلي اشتغل شغل كبير جدا في السنوات الأخيرة عشان نشوف في النهاية الصورة الجميلة اللي العالم كله بيتكلم عليها والفيفا النهاردة كتب عليها كمان. معانا على التليفون دلوقتي المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق مجلس إدارة النادي الأهلي. يا باشمهندس، منور الدنيا وسعداء بوجودك معانا على شاشة قناة الأهلي، وألف ألف مبروك. حبيبي يا محمد، ألف ألف مبروك عليك، وسعيد أكون معاك في قناة الأهلي، وسعيد بكل الانجازات الحمد لله رب العالمين، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيوفقنا فيها. اهلا بيك واهلا بالساده مشاهدين قناه الاهلي الكريم. منور الدنيا في بيتك اكيد قناه الاهلي، واكيد محتاجين نتكلم على كلام كتير. اول حاجه الفرحه امبارح والحدث التاريخي بوجود اعضاء الاتحاد الافريقي والمشهد الجميل اللي شفناه في الاستاد، والكل امبارح كان على اعصابه. عشت المشهد ازاي وشفت المشهد ازاي امبارح في استاد القاهره؟ والله بص يا محمد، انا عايش على اعصابي من بعد صفاره نهايه ماتش رادس. كلنا عايشنا على اعصابنا، لان زي ما بنقول دايما النتيجه بتاعت 0-0 دي انا بعتبرها يعني اصعب نتيجه في دور، يعني بتبقى بره بلدك او بره ملعبك، لان انت عارف اي جون يجي فيك يبقى انت محتاج تجيب جونين، لان التعادل الايجابي بيبقى انت كده الاحتماليه صحيح بتاعت فوز الخصم 2 وانت احتماليتك واحده بس لازم تكسب، لكن هو لو تعادل ايجابي او كسب، فهمتني؟ فدايما النتيجه 0-0 بره البلد او بره ملعبك بتبقى نتيجه صعبه شويه. عشان كده احنا كلنا كنا على يعني اعصابنا. الكابتن الخطيب قال من بعد الماتش، والله اول راح مجامع اعضاء مجلس اداره الزملاء بتوعنا كلهم اللي كانوا موجودين في رادس، قال يا جماعه الماتش الجاي ده اصعب من الماتش ده بكتير، انا عايز الناس كلها يعني يعني تعيش الناس ان المباراه صعبه والماتش لسه فيه 90 دقيقه اصعب من دول، فلازم الناس كلها تعيش في هذه الاجواء. ويمكن حتى كلنا كنا من اول ما رجعنا كنا يعني كلنا شغالين في اتجاه واحد بس، ازاي ان اللعيبه بتاعتنا اولا تبقى خارجه بره اي ضغوط عصبيه، وفي نفس الوقت احنا كنا بنشتغل لان كنا لازم نظهر مصر بطليق بحاجه تليق باسم النادي الاهلي اللي هو سفير مصر وتليق تنظيميا بمصر في هذه المباراه. ومثالي اللي حصل في هذه المباراه تنظيميا الحقيقه، يعني عشان قد كده كانت الناس كلها شغاله على قلب رجل واحد انها تظهر مصر بهذا المنظر العظيم. ربنا سبحانه وتعالى كلل هذا المجهود، ان ربنا يكرمنا ونحتفل كلنا ونتوج بال 12 ونبقى زي ما بنقول سيد اسياد افريقيا، والحمد لله رب العالمين. ده كرم كبير من ربنا وتوفيقه، لان كل المنظومه بتاعت النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب ده اصغر واحد بتشتغل على قلب رجل واحد، ازاي تسعد 80 مليون اهلاوي وازاي دايما يبقى النادي الاهلي هو رقم واحد، لان النادي الاهلي ولد ليكون رقم واحد. الحمد لله. الصوره اللي قدام على الشاشه يا باشمهندس، ممكن الناس تعتقد ان النتيجه دي ممكن يوم المباراة، اجتماعات ليلة المباراة، ولكن في الكواليس كان عندكم اجتماعات على مدار أكتر من أسبوع، في اليوم مش أقل من 5-6 ساعات، كانت مرحلة صعبة جدا يا باشمهندس أكيد. بص الكابتن خطيب، يمكن احنا كلنا كنا عايزين يعني أو كابتن كانت توجيهاته كلها، والحقيقة أنا لازم أشكر الإدارة التنفيذية برئاسة الدكتور سعد شلبي وكل الناس القائمين على الإدارة التنفيذية، إن إزاي التنظيم يليق اولا باسم مصر ويليق باسم النادي الاهلي اللي هو زي ما قلنا سفير سفراء مصر رياضيا. فالحمد لله كانت كل الناس، والكابتن خطيب بنفسه كان بيشرف على كل صغيره وكبيره، مفيش حاجه ثابت للاهواء، كله كان منظم وكله كان ماشي ببلان معين. والحقيقه برضو لازم نشكر اجهزه الدوله، أكيد اجهزه الدوله كلها بدون استثناء كانت يعني داعم لهذا الموضوع، لان في الاخر دي سمعه مصر، واحنا كنا يعني حريصين جدا ان التنظيم بتاع نهائي افريقيا او يعني الفاينل بتاع تشامبيونز ليج ده يظهر مصر بصوره تليق بهذا الحدث وهذا المحفل، ويمكن بشهاده الجميع سواء من ماتسيبي او الناس بتوع الاتحاد الافريقي
بالتالي التنظيم اللي حصل والمشهد بتاع توزيع الجوائز، وكانت حاجه الحقيقه ان دل على شيء يدل على النادي الاهلي يقدر ينظم اي محفل عالمي على اعلى مستوى، ودي بيشهد الجميع، وده يعني كرم كبير من ربنا، ويدل على ان الناس كلها عندنا في النادي الاهلي بتشتغل زي ما قلت لك لخدمه الكرسي اللي هي قاعده فيه وليس لخدمه نفسها. كله بيشتغل ازاي النادي الاهلي يظهر بصوره تنظيميا على اعلى مستوى، وفي نفس الوقت ازاي ان احنا نسعد 80 مليون اهلاوي، لان في الاخر زي ما قلت لك النادي الاهلي وجماهيره الحقيقه ما بيرضاهاش الا انها تكون رقم واحد، والحمد لله رب العالمين. توفيق ربنا ونيات الناس اللي شغاله كلها نيه طيبه، فربنا سبحانه وتعالى دايما يعني بيكبر بخاطرنا، والحمد لله ان ال 70,000 اللي كانوا موجودين امبارح رجعوا مجبورين الخاطر وتوجنا بال 12، ودي بطوله بالنسبه لنا غاليه جدا جدا في توقيت مهم جدا. اكيد. طيب في سؤال بيفرض نفسه يا باشمهندس على فكره بعد مرحله 2017 ل 2019، كيف نجحت منظومه النادي الاهلي في استعاده الامجاد واللعب على النهائيات 5 سنوات متتاليه والفوز بالبطوله في 4 مرات؟ اكيد كانت مرحله صعبه، بس في الكواليس كان في شغل كبير جدا. السؤال ده بيفرض نفسه حتى على الشارع الاهلاوي، ازاي المنظومه قدرت ترجع بسرعه وتفرض نفسها على الخريطه الافريقيه في الوقت القياسي ده؟ والله بص يا محمد، خلينا نتكلم، يعني النادي الاهلي ولد من 1907 على مبادئ وعلى قيم وعلى احترام الكبير او احترام الصغير قبل الكبير، وان ازاي يشتغل بطريقه محترفه. الحمد لله النادي الاهلي كان يعني النادي الوحيد في مصر اللي كان يعني شارك في كاس العالم للانديه 9 مرات. النادي الاهلي اوريدي عنده يعني الحمد لله يعني الخبره العالميه اللي تخليه دايما يمشي بطريقه محترفه، وهو ده اللي بيفرق ما بين نادي ونادي، انك انت ازاي تبقى مطلع، وازاي انك انت بتشتغل باحترافيه، وازاي انك انت يعني ما يعني اجيال بتسلم بعض، كلها بتشتغل في شانل واحده بس. اي حد بيحيد عن الشانل دي ما بيقدرش ينجح او يقدر يستمر في النادي الاهلي. احنا عندنا رؤساء عظماء حقيقه من 1907 لغايه النهارده، مثالي كلهم كانوا بيشتغلوا حبا في النادي الاهلي، كل الناس كانت بتشتغل، كلهم ابناء من ابناء النادي الاهلي. يعني انا الحمد لله شرفت ان انا اشتغل مع اسطوره ومرجع الاداره الرياضيه في مصر الكابتن حسن حمدي، ثم بعد كده الكابتن محمود الخطيب اللي هو الوحيد اللي في المنظومه دي كلها كان ممثل النادي الاهلي سواء لاعب او اداري او رئيس نادي في ال 12 بطوله اللي اتحققت. فالكلام ده ما بيجيش من فراغ، الكلام ده بيجي من خلال شغل وجهد كبير جدا ونيات صافيه بتشتغل كلها حبا في الكيان والمؤسسه العظيمه اللي فضلها علينا. والحمد لله زي ما قلت، طول ما النيات كويسه وكل ما الناس بتشتغل لمصلحه المكان ولمصلحه الجمهور ومصلحه الاعضاء الجمعيه العموميه فقط وما بتبصش لحاجه ثانيه، لازم ربنا سبحانه وتعالى بيكلل هذا المجهود وهذا الـ 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 يعني الاحترافيه بـ 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 بنصر كبير قوي. أكيد. وكرم منه سبحانه وتعالى. اخر حاجه بقى يا باشمهندس، وبما ان بنتكلم على الفيفا، نجهز بقى لبطوله الانتر كونتيننتال نسخه جديده من الفيفا مونديال انديه في الولايات المتحده الامريكيه ان شاء الله. يا رب ان شاء الله يا محمد، ويا رب دايما كده يبقى دايما بنسعد زي ما قلنا جمهورنا العظيم اللي هو محتاج مجهودنا كله، كل الناس سواء لعيبه سواء اداره سواء جهاز، كل المنظومه الرياضيه او كل المنظومه في النادي الاهلي بتشتغل لهدف واحد بس، ازاي نعلي شان ومؤسسه وكيان المحترم اللي احنا بنمثله، وازاي نسعد جماهيرنا واعضاء جمعياتنا العموميه. والحمد لله مش بس في الكوره، لازم برضو نقول ان احنا السنتين اللي فاتوا دول حصلت طفره في النشاط الرياضي، ان دل على شيء برضو يدل ان احنا بس ما بنفكرش في كره القدم. طبعا كره القدم هي الاساس، لكن في الاخر النشاط الرياضي بتاعنا الحمد لله حصاد البطولات اللي حصلت في خلال السنتين اللي فات غير مسبوق، والحمد لله يعني ده بفضل برضو الاداره المحترفه بتاعتنا اداره النشاط الرياضي. كل الناس الحقيقه شغاله عشان زي ما قلت لك نمره واحد يبقى النادي الاهلي نمره واحد، ونفس الوقت نسعد ازاي جماهيرنا العظيمه باذن الله. مارجس خالد مرتجي، امين صندوق مجلس اداره النادي الاهلي، انا بشكرك شكرا جزيلا.